السلام عليكم. نستضيفكم اليوم في حلقة جديدة من اللقاء الإعلامي ديالنا بخصوص اللقطات التحكيمية اللي كتخص الدورة الثانية من البطولة الوطنية إنوي. عندنا خمسة المباريات اللي كان فيهم أربعة الحالات فقط اللي عليهم نقاش ونحاولوا نسردهم اليوم. نبدأ بالحالة الأولى من المباراة ديال المغرب الفاسي والاتحاد التركي الرياضي. هنا إعلان على ركلة الجزاء، اللمس الكرة باليد من طرف المدافع. هنا نقدروا نتكلموا على عمل الفريق اللي كان جيد، اللي كان يعني زاوية الرؤية ديال المساعد اللي كان مفتوحة وساعدت المساعد أنه يساعد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح، وكان القرار صائب باتخاذ الإعلان عن ركلة الجزاء بعد التأكيد من غرفة الفار. بطبيعة الحال نشوفوا الإعادة، كنلاحظوا أن الوضعية تاع اليد كانت وضعية غير طبيعية واللي عطات امتداد وتكبير للجسم، وبالتالي ركلة الجزاء صحيحة قررها الحكم وكتبها غرفة الفار. نمروا للقطة الثانية من المباراة ديال نهضة الزمامرة مع الدفاع الحسني الجديدي. انا غنشوفوا اللقطة ديال المطالبة بهدف من طرف الفريق المحلي. يعني هنا كنشوف ان الكرة الحاجة اللي غنأكدوا عليها هي هاد الطريقة ديال الاحتجاج وهاد الطريقة تاع التصرفات من طرف الفريقين اللي أصبحت غير مقبولة، وهذا يعني المباراة الثانية اللي كنلاحظوا فيها هاد التصرفات. وغادي يعني ديجا طلبنا من الحكام أنهم يتصدوا لهاد الاحتجاجات بهاد الطريقة هادي، وكنطالبوا مرة ثانية من اللاعبين ومن الفرق ديالنا أنهم يحاولوا عفاك يتجنبوا هاد الاحتجاجات بهذه الطريقة هذه، لأن كتخدش الصورة ديال كرة القدم الوطنية ويقدر كناخدوا فيها إنذارات اللي هي مجانية. هنا الحالة تقنيا غنهضروا على تجاوز الكرة بكاملها خط المرمى. الحاجة اللي خاصنا نعرفوا هي أنه باش نقبلوا هدف خاص تكون الكرة تجاوزت بكامل محيطها خط المرمى، بين العارضتين تحت القائمة. وهنا يعني في الحالة اللي شفنا الكرة ما تجاوزاتش، يعني كاينه واحد المساحة منها فوق خط المرمى، وبالتالي القرار ديال الحكم المساعد والحكم الساحة بعدم الإعلان عن مشروعية الأهداف قرار صحيح، والإكدات كذلك غرفة الفار. ندوزو للقصة الثالثة من المباراة تاع الوداد الرياضي مع المغرب التطواني. هنا من بعد ركنية، يعني في دي الصعوبة تاع اللقطة هي أنها وقعت في الوقت الإضافي من الشوط الثاني. هنا كاين الإعلان عن ركلة الجزاء في الوقت الإضافي. حاولوا نشوفوا الطبيعة ديال الخطأ. يعني هذه اللقطة اللي هي شوية مركبة، كان أخذ ورد وما كانش يعني ما كانش تسلل قبل اللقطة، كذلك التمريرة كانت بأعلى الكتف أو الصدر، وبالتالي ما كاين حتى شي مخالفة التي يعاقب عليها الفريق المهاجم قبل الخطأ الأخير. هنا كنلاحظوا المعرقلة بإهمال من طرف المدافع اللي حاول يوصل الكرة لكن ما تمكنش انه يوصل الكره، وبالتالي هذيك لا بريز دو ريسك اللي خدا انه يوصل هذيك الكره، الاحتكاك ديالو بهذيك الطريقه مع المهاجم يعاقب عليه القانون بركله جزاء مع بدون عقوبه انضباطيه للايمال. بزاف تاع الناس تكلموا على الحركه الاضافيه اللي قام بها المهاجم، الحكم ما كياخدش هاد بعين الاعتبار، كياخد انه واش كاين احتكاك، واش كاين احتكاك معاقب عليه او فقط احتكاك من اجل التنافس على الكرة. هنا كاين احتكاك
من طرف المدافع الذي أثر على لاعب الكرة من طرف المهاجم، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة أكدت غرفة الفار من بعد يعني تيقن من جميع الحيثيات تاع اللقطة، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة وتأكيد من غرفة الفار كذلك صحيح. ندوز الحالة الأخيرة اللي عندنا في هاد الحلقة هذه، في هذا اللقاء، الدقة 81 كانت المطالبة كذلك بركلة جزاء من طرف الفريق المحلي بعد السقوط تاع المهاجم ديالو. أنا من بعد الإعادة كنشوف أن اللاعب يعني تحايل، حاول التحايل على الحكم لاصطياد ركلة الجزاء. الاحتكاك كان بسيط جدا من طرف المهاجم، ولكن المهاجم هو اللي انيسيال الكونتاكت، هو اللي قلب على الكونتاكت مع المدافع، وبالتالي لا وجود ركلة جزاء. وهنا المفروض كان على الحكم أنه ينظر اللاعب المهاجم للتحايل، لكنه يعني شاف الاستمرارية تاع اللاعب، وبالتالي البيز امبورطون أنه القرار الصحيح هو عدم الإعلان عن ركلة الجزاء واستمرار اللاعب، والقرار كان صحيح كذلك من غرفة الفار بالتأكيد هذا القرار. عموما هادو هما الحالات الأربعة اللي كانوا عندنا اليوم في اللقاء ديالنا. نظرا لأن اللقاءات كانوا ما كانوش لقاءات كثيرة، كانوا 5 لقاءات فقط، وبالتالي هادو هما الحالات اللي كان عليهم شوية كلام وشوية جدل. نتمنى أننا كنا نكونوا وضحنا اللقطات بالحيثيات ديالها وبالتفاصيل ديالها، ونتمنى إن شاء الله نتلاقوا معكم في لقاء آخر إن شاء الله مستقبلا. شكرا جزيلا.